بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم لقاء خاصة. خلونا نرحب بالدكتورة روعة بابيكر قبل ما نبدأ حلقتنا. كيف دكتورة؟ مساء الخير عليك يا شيف، مساء الخير على كل مشاهدينك خاصة. إن شاء الله الليلة حتكون نكهتنا خاصة ومميزة بكل بوجبة كل الناس بتحبها، اللي هي حتكون عند معانا الفطاير، لكن عندنا أطباق تانية وكمان جميلة جدا ومفيدة ومغذية، لكن حنسأل شيف إبراهيم منها. تفضل يا شيف. إن شاء الله الليلة برضو نطلع شوية من جو الأكل البلدي، هنعمل فراخ مشوية نريح شوية وبعد كده نرجع نواصل تاني. هنعمل فراخ مشوية طريقة برضو تتبيلة سهلة بسيطة جدا. هنقدم برضو معها وفينا بوعدنا مع المتصلة بتاعت أمس طلبة البسيمة، والبسيمة برضو تعتبر من الحلويات الشرقية والحلويات الرمضانية، فقلنا ليها خلاص إن شاء الله هنطبقها ليكي على الهواء، نعمل لها البسيمة وعصير كوكتيل على ديب وكركديه مع بعض إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. طيب هنبدأ في أي واحد فيهم؟ هنبدأ أول حاجة بالدجاج، لكن زي ما عودناكم نمشي نشوف المقادير ونرجع لكم. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. شفنا دكتوره المقادير بتاعه التتبيله بتاعه الفراخ. احنا بنعمل شنو؟ بنجيب المقادير اللي احنا كتبناها، دي زي عندنا صلصه طماطم اللي هي طماطم اللي هي العصير، عندنا زبادي، وعندنا زيت، زي ما شايفه مع بعض الدكتورة، دائما نشوف الحاجات اللي بتكون معمولة بالزبادي بتكون مفيدة لصحة المعدة. ليه؟ لأنه الزبادي زي ما ذكرت لكم قبل كده أنه غني بالبروبايوتيك، اللي هي بتكون مساعدة للهضم وبتساعد حتى الناس اللي بيكون عندهم مشكلة في الهضم عسر هضم، بننصحهم دائما أنهم يتناولوا زبادي أو في حالات التسمم. ليه؟ لأنه لكن نتأكد أول حاجة من مدة صلاحية الزبادي قبل ما نتناوله، لأنه مفيد جدا وفيه البروبايوتيك بكتيريا اللي هي أصلا بكتيريا حميدة وأوريدي هي قاعدة أصلا في الجهاز الهضمي، فإحنا بس بنساعد الجهاز الهضمي بتاعنا إنه يبقى نشط أكتر ويقدر يتفادى كل الوحكات اللي بديهم. طيب دكتورة، إحنا عملنا كل المقادير اللي هي مكتوبة شفناها على الشاشة. عندنا كان في الأوريجانو أو زعتر البري، ملح وفلفل، في الزيت، في عصير الطماطم، عصيرنا الطماطم مع بعض، وطبعا هنحطهم على جنبي كده. وأنا عندي الفراخ، بختار الفراخ الصغيرة الحجم أو المتوسطة المتوفرة، لكن مستحسن ما تكون كبيرة شديد عشان أنا بعملها على الشوي. شوي يعني شنو؟ يعني يا على الفحم يا على الطوة. أيوة. وبعد كده ممكن ادخلها الفرن شويه عشان اتاكد انها استوت، لكن الاساس بتاعها ان هي تسوي على الفحم. فلو بتسوي على الفحم لازم انها ما بتاخد زمن كتير، تمام، عشان ما تنشف مني، لان هي بتنزل المويه بتاعتها على الفحم عشان ما تنشف مني. تمام. فانا بختار الفراخ اللي هي حجمها صغير زي كده. بعمل شنو؟ بجيبها ماشي جاي هنا، بجيب السكينه حقتي، وافتح الخلطية دي اوكي، شيل فتح العظم. ليه فتحتها كده؟ عشان السخونية تدخل، تمام، تصل للعظم. دايما المشكلة دايما الحتة اللي بتكون مجاورة للعظم، يعني حتى الفرخة لما تكون بحس انها ما مستوية كويس بلاقي ان الفرخه كويسه وبتتاكل لغايه ما تيجي تقربي جنب العظم تلاقي الحته اللي جوه شويه لسه مويه. بالظبط.
عشان كده بفتح دايما الحتات اللي فيه العظم. طيب يا شيف، معانا اول اتصال من نسيبه من الجزيره. مساء الخير عليك يا نسيبه. السلام عليكم. مساء النور عليكم. مساء الورد عليك، كيفك؟ كويسه؟ الحمد لله، تكون بخير ان شاء الله. اللهم امين جميعا. الله يبارك فيكم. اهلا وسهلا بيك استاذه نسيبه. الله يسلمكم، كيف احوالكم؟ كل سنه وانتم طيبين. يلا، عندي سؤال للدكتوره روعه. اتفضلي. الو؟ ايوه سامعاك يا نسيبه، اتفضلي. يلا يا دكتور روعة، بسأل من ناس السكري، هل النشاح بتاع الدخن تنفع معاهم؟ نشاط الدخن، طيب هو المريض بتاعك بتاع السكر طول اليوم بيتناول عادي، يعني وجباته عادي زيه زي الناس العادية؟ اي وجباته عادية جدا. طيب اذا انت اديتيه نشاط الدخن هنا في الحالة دي هترفعي ليه هو السكر بتاعه، في حالة انك انت اديتيه نشاط الدخن مفروض تنقصي من النشويات الداخلة تانية. ليه؟ لانه نشاط الدخن بترفع السكر بصورة عالية. تمام، فانت في الحاله دي مفروض تنقص، يعني مثلا اذا هو بيتناول عيشتين خليه يتناول عيشه ومعاها الكوبايه بتاعت نشاط الدخن. ايوه تمام. فعندي سؤال للشيخ ابراهيم. اتفضلي. اهلا وسهلا استاذ، اتفضلي. يلا يا شيخ ابراهيم، العجين حقت البيزا يعني الفتره كم اخليها؟ ساعه. ساعه كده؟ ساعه في مكان دافي قبل ما تشتغلي بيها. يعني تقعدي تلفيها بقماشه مبلوله او تلفيها بكيس اللي هو الاسترتش ده لمده ساعه. شكرا لك يا نسيبة على اتصالك. شكرا يا نسيبة. طيب دكتورة، احنا عملنا ان شاء الله باذن الله هنعملها في يوم تاني. النهارده الفطيره برضو اللي هنعملها قريبه شويه من البيتزا، طبعا مع عجينه بيتزا، لكن في قريبه من الطرق الشرح اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي يا نسيبة. تمام. احنا كده المفروض طبعا زي ما قلنا دايما يستحسن ان الفراخ تقعد ليله كامله في الثلاجه، ده مستعجلين ممكن 6 ساعات 4 ساعات، لكن اقل حاجه ما اقل من كده. تمام. عشان المارينيشن ده يدخل في الخلايا والانسجه بتاعت الفرخه. تمام. دي طبعا بالنسبه للرحلات سمحه جدا، ناس الشوايات والهناي. في البيت زي ما قلنا لو ما عندنا شوايه فحم ممكن في الطوة، وبعد كده بنرجع نكملها بنغطيها بالقسطير وندخلها الفرن شويه كده. ده طيب يا شيف، احنا بتاسي حاليا خطيتها، يعني هتكون حكايه بتاع الدقايق وانت تنزلها طوالي. احنا طبعا عشان الزمن هنعملها بسرعه، لكن هي المفترض احنا قلنا كده هي بالطريقه دي بتخش، يعني مش هتدخل، هي كده بالطريقه دي المفروض انها تخش ثلاجه. تمام. تقعد بتاع من 6 ساعات دي ليله كامله استحسن يعني. تمام. بنعمل الشوايه بتاعتنا. طبعا الشواء من افضل الطرق لانك انت تتناول طعام صحي، يعني دائما الاكل كل ما يكون مشوي كل ما بيكون صحي اكثر، كل ما انه نسبه الدهون اللي فيه بتكون اقل. بالنسبه للناس اللي بيعانوا من ارتفاع في ضغط الدم، وبالنسبه للناس اللي بيعانوا من مشاكل في القلب، مفيد جدا انه يقدر يتناول الاكل وهو مشوي. حتى الناس اللي بيكونوا بيعملوا دايت محدد برضه مفيد جدا انه هم يتناولوا الاكل وهو مشوي. طيب يلا شايف كده دكتوره، انا وزعت الفرخات بتاعتي، هبتدي احمرهم ياخدوا تحميره، وبعد كده برصهم في الفرن. المارينيشن اللي فضل ده انا ما برميه وبستفيد منه، وارسل المشاهدين في الصينيه اللي انا هحطها في الفرن، هشيله وابتدي افرش بيه الصينيه وارص الفراخ بتاعتي واغطيها بالقسطير وادخلها الفرن تستوي على النار هادئه. تمام كده باكل طبق فراخ مشوي الديست بتاعه سامح، وفي نفس الوقت يكون طري ما بيكون ناشف. احنا بنشتري الفراخ الجاهزه دي لغايه ما تصل البيت بتكون خلاص بيجت ناشفة. احنا نعملها بالبيض بالطريقة دي بتطلع معانا سمحة جدا. يبقى احنا كده جهزنا الفراخ بتاعتنا. بنعيد تاني للسادة المشاهدين، حطينا التتبيلة بتاعتنا اللي هي كانت عبارة عن اوريجانو، ملح وفلفل، زيت زيتون وعصير طماطم، حطيناهم مع بعض كلهم قلبناهم. ممكن لو عايزين نضيف شوية عصير ليمون، لو عايزين نضيف شوية خل ما في مشكلة. بعد كده جبنا الفراخ بتاعتنا، قلنا نختار الفراخ الصغيرة أو المتوسطة لكن ما الكبيرة عشان تقدر تستوي معانا سريع. أخذنا الفراخ تبلناها وقلنا المفروض إنها تقعد أقل حاجة 6 ساعات لغاية 12 ساعة، وبعد كده بنطلع نشتغل بيها زي ما إحنا شايفين. لو ما عندي شواية فحم أشتغل على البوتاجاز في الطاوة عادي زي ما أنا شغال كده، بحمرهم وبعد كده بشوف الصينية بتاعتي، بجيت التتبيلة بحطها وبرص الفراخ بتاعتي وبحطها
في الان دلوقتي عندنا المقادير معروضه على الشاشه، ممكن نراجع برضو مع بعض. طبعا الطرق المشويات يعني طريقه الشوي هي برضو احدى الطرق يعني في الاكل. بالنسبه لرمضان هل بتتعارض مع رمضان ولا لا؟ بالعكس جدا، ما بتتعارض مع رمضان، لانه هي اصلا في الاصل طريقه صحيه. يعني انت زي ما انا ذكرت قبل شويه ان هي مفيده ليه، كثير من الناس اللي عندهم امراض بتكون مفيده لهم، فحتى نسبه الدهون فيها بتكون اقل من نسبه انه انت تعمل نفس الطعام لكن يكون بطريقه ثانيه. فاحنا في رمضان بنحاول قدر الامكان نطلع منه احنا اجسامنا صحيحه، وما يعني نملى روحنا دهون ونطلع منه وزننا زايد وبنكون بنعاني من مشاكل. لا، احنا عايزين احنا نطلع من رمضان، لانه رمضان اكبر فرصه انه انت تقدر تحافظ على وزنك وتقدر تخلي جسمك يكون صحي. فعشان كده دايما الاكل حتى لو كان مشوي بيكون كمان افضل. تمام كده، احنا بدانا بنشوي في الفراخ زي ما احنا شايفين كده، سايبين المارينيشن عشان قلنا هنحطه في الصينيه، هنرص الفراخ بتاعتنا وهنغطيها وهندخلها الفرن. خلونا لغايه ما نشوي في الفراخ نمشي فاصل ونرجع لكم تاني. طيب رجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل، كنا بنعمل فيها الفراخ المشويه. أيوة. وهنجهز برضو دلوقتي في الصنف الثاني، لكن برضو نحب نذكر الساده المشاهدين بالمسابقه بتاعه مسابقتنا. ايوه طيب. المسابقه الاسبوعيه، اكيد احنا المكونات طبقنا لليوم، هنعرض عليكم ثاني المكونات المسابقه، وفي نفس الوقت كمان هنقوم بفرز الفائز معانا اليوم، وإن شاء الله كل الناس تكون من الفائزين معنا اللي قدام إن شاء الله. مكونات أي طبق؟ نستقبل الإجابات على المنشور الخاص بالمسابقة على صفحتنا في الفيسبوك سودانية24.tv. الجائزة مقدمة من شركة سافولا لزيوت الطعام شمس. ورجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين، زي ما أنت شايفة دكتورة أنا بجهز في الخامات بتاعت أو المكونات بتاعت البسيمة. اللبن لازم يكون دافي، يعني ناخد بالنا من الخطوات دي، والسمنه برضو لازم تكون دافيه. ادي اول خطوه، المقدار بتاع السمنه حوالي نص كوب لبن او كوب الا ربع زي ما احنا كاتبين في المقادير، والسمنه نفس الموضوع برضو حوالي كوب الا ربع، اللبن والسمنه يكونوا دافيين، دي اول خطوه. بعد كده بجيب في الكوريه او الحاجه اللي انا هشتغل عليها، بجيب جوز الهند وبجيب الدقيق، السكر، السيمولينا، سوري السيمولينا. اوكي. والدقيق اهو كده، بضربهم مع بعض كويس جدا. يبقى يا جماعه عشان نكون متذكرين، انا جبت اللبن حطيته على النار، وحطيت معاه السمنه برضو على النار، ده براهو ده براهو. في الكوريه لوحديها خلطيت جوز الهند وخلطيت السميد وقلبتهم مع بعض مع الدقيق كده. اوكي اهو. بعد كده بجيب دول البنيه هنا، دول البطين دول صح يا دكتوره؟ بيض. تمام بيض. تمام كده، انا عندي ناقص البطين، السكر هنا بحطها في كوريه ثانيه لوحديها، و بحط الباكنج باودر مع الدقيق و
السميد وجوز الهند. تمام كده. اللبن اول ما يكون دافي، قلنا لازم اللبن يكون دافي زي ما انتم شايفين الدخان اهو. هنا بحطه مع السكر و السمن. السمن مع بعض كده. طيب يا شيف الفرق شنو لو انا ممكن اعمل حاجه دي بارده او حاره؟ الا هي تكون حاره ده اعرف الفرق بيكون في البسيمه ذاتها تغير فيها. بتختلط كل السخونيه دي بتخلي كل الحاجه المواد دي تتجانس مع بعضها. تمام. وفي نفس الوقت انا عشان لما اجي احطها على الخميره بتخلي الخميره تتفاعل معايا سريع. تمام. طب انا عشان الفراخ دي حاسس ان هي عامله لي دوشه دخلها الفرن. بصوا بالطريقه دي. تمام. زي ما قلنا احنا شوحناها في الطوة. برصها في الصينيه الطريقه دي اهي، وهي الزيت ذاتها اديها نكهه كويسه. تمام وكده ادخلها الفرن. طيب تمام. مسافه مع الشيف ابراهيم يدخلين الفراخ للفرن او الدجاج للفرن. الليلة حتكلم لكم عن معلومة مهمة مفيدة لكل الناس اللي بيحبوا المياه الغازية، وخصيصا في رمضان بيشتهوها أكثر حاجة في نهار رمضان وبيفطروا بيها. عايزة أحكي لكم عنها حاجة بسيطة يمكن تخليكم تعدلوا من اللايف ستايل بتاعكم اللي انتوا حاليا شغالين بيه. أول حاجة المياه الغازية للأسف إنه ما فيها أي قيمة غذائية غير إنه فيها سعرات حرارية عالية جدا. يمكن اللي بتكون دايت منها بيكون فيها سعر حراري واحد بسبب إنه بيتم فيها استعمال السكريات المصنعة، عشان كده بتكون فيها سعر واحد حراري. لكن كقيمة غذائية ما فيها أي قيمة غذائية، بل بالعكس بتعيق لي الإنزيمات الهاضمة وبتعمل لي عسر هضم. فعشان كده إحنا دائما إحنا صايمين ما دارين يحصل لنا أي مشكلة في الجهاز الهضمي بتاعنا، فما مفروض أصلا نتناول المشروبات الغازية. ده يعني غير إنه هي بس تحتوي على سكريات بنسبة مهول او كميه عاليه جدا، يعني انت السكر ده لو ادوك له في حاجه تانية غير المياه الغازيه اللي انت بتتناولها مستحيل تقوم تشرب الكميه دي من السكر. فعشان كده دايما نحاول قدر الامكان انه ما نتناول المشروبات الغازيه في الصيام. نحاول قدر الامكان نحاول نشرب المشروبات الطبيعيه ونقلل من نسبه السكر اللي احنا بنتناولها، ده عشان نحافظ على وزننا ونحافظ على لياقه جسمنا. طيب يا شيف ابراهيم انت وصلت وين وعملت شنو؟ طيب يا دكتور انا ضفت الزبده. يبقى احنا خلطينا السكر، خلطينا السمنه، خلطينا اللبن، ضفت السكر تمام معاهم وهضرب الزبده. تمام. بضربهم زي ما انتم شايفين كده، استنى لما يبرد شويه وبعد كده اكسر فيه البيضتين. يعني استنى لما يبرد وبعد كده اكسر فيه البيضتين. يعني يا جماعه البسيمه، عشان ناس كتير بتسال على البسيمه، البسيمه اول حاجه بنحط السكر الدقيق وجوز الهند والسميد مع بعض وبقيه السوائل، سيحنا السمنه ودفينا اللبن على النار، خلطناهم ضربناهم مع بعض، اضفنا عليهم بقيه المكونات. وادي الفانيليا اهي، قلنا البيض ما لازم معاهم الفانيليا. تمام ده كويس كده. طريقتها سهله وبسيطه جدا ما فيها اي تعقيد. طيب كمان يا شيف معانا اتصال من هاله من الصحافه. مساء الخير عليك يا هاله. السلام عليكم. كيفك كويسه؟ تمام والله الحمد لله. الحمد لله. اتفضلي يا هاله سامعينك. عايزه اسال من طريقه القطايف. القطايف القطايف. حاضر يا هاله. وعايزه اسال الشيف محمد. شنو؟ الشيف محمد جاي؟ شوف محمد. هاي موجود، هاي موجود ان شاء الله باذن الله تعالى. ايوه كل سنه وانت طيب يا هلا. انت طيب. الله يخليك. الله كريم علينا وعليكم. وعليك وعلى الامه الاسلاميه يا رب ان شاء الله. اوكي طيب. طيب دكتور زي ما انت شايفه كده. اهلا وسهلا بك يا هلا. شكرا لك كثير يا هلا على اتصالك. هي العجينه بدات. تمام. القطايف يا هلا بنحط الدقيق معاه البيكنج باودر. معاه ذره بتاعت ملح بسيطه، بنحله بشويه برضو لبن دافي زي اللي انا عملته دلوقتي ده كده. تمام. ممكن نضيف شويه مويه ما في مشكله. اوكي ممكن نديله شويه سكر
علشان يديني اللون اللي هو لما انا ما داير القطايف تستوي، انا داير تكون لونها ابيض عشان لسه هتستوي في الزيت. تمام. بنجيب الطوة بتكون نار متوسطة، ما تكون نار عالية عشان ما يتحرق مني وما ينشف مني شديد. بحط شوية زيت في الطوة، بمسحها، مش بحط زيت، بمسحها بزيت. وبعد كده بصب القطايف بتاعتي حبة حبة، يعني ما أخد كتير عشان ما يستوي مني سريع، ممكن 3-4 حبات. وبعد كده بقلبهم أو بشيلها أرفعها على طول لو من فوق استوت. لو لقيتها خرمت كده تعرف إن هي طلعت معاكي مظبوطه، علشان الخميره اللي فيها، سوري بتخط خميره برضو، الخميره اللي فيها بتساعد ان هي تقوم وتيش، لكن لازم تريح برضو حوالي نص ساعه في مكان دافي قبل ما ابتدي اشتغل بيها. كمان يا شيف ما انسى اذكرهم انه كمان يا هاله لو حابه تعرفي مكونات القطايف ممكن تمشي صفحتنا على الفيسبوك سودانيه24.tv، بتلقي فيها مكونات نكهه خاصه، هتلقي فيه كل الاطباق اللي اتعملت في نكهه خاصه. طب يا دكتوره انا جبت الصينيه بتاعت القطايف، الصينية بتاعت البسيمة، قلنا يا جماعة البسيمة سكر، سكر، جوز هند، سميد، دقيق، بيض، فانيليا، بيكنج باودر، قلنا سمنة، السمنة واللبن بنفكهم على النار، بنحلهم على النار، بيتدفوا شوية كده وبعد كده بنكمل شغل. طيب أنا كده عندي العجينة جاهزة، بصبها في الصينية. ما بتحتاج تمسح حاجة في الصينية أو والله كيف. ممكن، لكن برضو ما بتحتاج، إن فيها سمنة وفيها زبده يعني ما حد يحتاج كثير. يعني احنا دايما بنصب زبده او سمنه للحاجات اللي هي المكونات بتاعتها ما فيها موجوده، عشان كده بتمسك او بتمسك. وبعدين دي اول حاجه صينيه تيفال، وبعدين اصلا المكون اللي فيها موجود اصلا الحاجات دي. تمام تمام اهو. كده احنا طيب يا شيف برضو يعني انت كده خلاص بعد كده هي استوت انتهت صح؟ كده هتخش تستوي يعني على درجه حراره 140 لمده نص ساعه. طيب تمام. او لما الوش يحمر. وممكن تتقلب بالمناسبه، عشان ساعات برضو الفرن بيكون من تحت ما بيديني الحراره، فبقلبها وبدخلها الفرن ثاني تستوي، وبعد كده بسقيها عادي جدا بالسيرب الشيره اللي هي الثقيله. طيب كثير من الناس بيسألوا عن الحوامل وبالذات البكريات اللي بيكونوا لأول مرة يصوموا رمضان وهم حوامل. طيب عايزين يعرفوا دائما بيكون عندهم مشاكل، يعني ما بتلقى إنه واحدة بكرية عندها مشكلة في السكر، أو تلقى واحدة بكرية عندها دائما انخفاض في ضغط الدم، فإحنا عايزين كيف نقدر نتفادى الحاجات دي. طيب بما إنه أنت بكرية وفي نفس الوقت بقى عندك ارتفاع في السكر، إذا الدكتور قال لك إنه ممنوع الصيام فمفترض أنت تتمنعي من الصيام، لكن مفروض تمشي على دايت يكون فيه نسبة الكربوهيدرات معتدلة، يعني زي النشويات، السكريات، حتى السكر اللي بيكون متواجد في الفواكه مفترض تكوني محافظة عليه وما يكون بكميات كبيرة. حتى لو أنت معاكي بيبي برضو أنت في النهاية تعتبري مريضة سكر، فما مفروض أنك أنت تاخدي كميات كبيرة من الأصناف دي، مفترض تكوني عاملة معادلة للحاجة دي. تمام. تاني حاجة بالنسبة للبكرية دايما بيكون عندها مشكلة في هبوط ضغط الدم، بيقولوا مهما إنه هم يتناولوا من حاجات بيلقوا برضو لسه إنه ضغط الدم بتاعهم منخفض. طيب فأنا بنصحكم أول حاجة إنه ضغط الدم بما إنه هو منخفض تحاولوا تبتعدوا تماما عن الحاجات اللي هي بتساعد في هبوط ضغط الدم، اللي هي أول حاجة منها حسكر لكم بعدين عنها فوائد، اللي هو الكركديه ما تتناوليه منه خالص، حاولوا قدر الإمكان أبعد منه في رمضان خصيصا لانه انت اصلا اوريدي صايمه، جسم بيكون مهبط، وفي نفس الوقت لما انت تقوم تتناول الكركديه اكيد حيزيد من الهبوط في ضغط الدم. ثاني حاجه الزبيب برضه بيساعد في خفض مستوى ضغط الدم، والقرفه برضه ما مفترض تتناولي منها كميات كبيره. عدا عن ذلك ممكن تتناولي بعدين وجبتك حقت الفطور، تحاولي قدر الامكان تتناولي وجبتك كامله وما بعدين تملي بطنك مويه زي ما كل الناس بتعمل بسبب الجو الحار شديد، وربنا يحلكم بالسلامة إن شاء الله. طيب دكتورة إحنا كده الصينية بتاعتنا جاهزة، هندخلها في الفرن قلنا 140 درجة على حوالي 25-30 دقيقة، يعني لغاية ما اللون بتاعنا يحمر. تمام. بكده إحنا بنكون عملنا
بسيمة، تاني بعيد على السادة المشاهدين وعلى الأخت اللي اتصلت امبارح. البسيمة يا جماعة الطريقة بتاعتها سهلة جدا زي ما شفناها، نحاول نطبقها وتورونا ابتكاراتكم. هسه دلوقتي بنمشي فاصل وبنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين، شفنا قبل الفاصل طريقه عمل البسيمه، عملناها قدامكم طبقناها، وهسي ده الشكل اللي بيكون بتاعها. طبعا هي الصينيه اللي احنا حطيناها في الفرن وقلنا تقعد نص ساعه عشان زمن البرنامج، عاملين صينيه قبل الهواء بتكون بالشكل ده. ممكن نزوجها بالفروت المسكره او جوز الهند زي ما احنا عايزين، او ممكن مع الاثنين مع بعض زي ما انا عاملهم هسي دلوقتي. طبعا بس اول ما بتطلع من الفرن بنسقيها بالسيرب او بالشيره زي بقيه الحلويات الشرقيه. الشيره التقيله، الشيره التقيله اللي هي 2 كوبايه سكر وكوبايه ميه، الاخف بتبقى كوبايه ونص سكر مع كوبايه ميه. طيب تمام. حاليا شيف ابراهيم زي ما قال لكم الفروت اللي هي بيكون معمول لها كان اول اللي هي بتكون محفوظه اللي بنشتريها بتكون جاهزه او بتكون مجففه بتكون معلبة خصيصاً، دايماً بيكون طريقة حفظها بكمية عالية من السكر، فيعني حتى لو كانت الفاكهة بتاعتنا بتحتوي على نسبة عالية من السكر، الحفظ بتاع البروسيس بتاعتها أو الطريقة بتاعت الحفظ بتاعها دايماً بيكون فيها نسبة عالية من السكر، للناس اللي بيعانوا من مشاكل في السكري ابتعدوا عنها تماماً. اللي هي يا دكتورة؟ الفواكه المسكرة دي؟ أيوة. أنا طبعاً مديها مقلبة بشوية نشا عشان رطوبه بتتماسك مع الجو السخانه ده، تمام، علشان اعرف اشتغل بيها، وفي نفس الوقت طبعا النشا ما بي في مشكله يعني بالنسبه للشغل. ممكن تترش، ممكن تتوزع يعني بالطريقه اللي تريحنا، بس عشان بس وبعدين عندي جوز الهند. كده التشكيل طبعا فن، اي زول على حسب الحاجه اللي بيحبها. اخر حاجه طبعا نديها شويه العسل. طيب معانا اتصال من زينب من بحري. مساء الخير عليك يا زينب. مرحبا، كيفك؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. تفضل يا زينب، سامعينك. تسأل من المشبك. حاضر يا زينب. يا جماعه انا المشبك ده طبعا لازم، قلت يا جماعه لازم يتعمل على الهواء، لكن انا اقول لكم حاجه يا جماعه، انا قبل كده فقدت في موبايل ايفون بسبب موضوع المشبك ده، لان انا وعدت المشاهده ان انا هقول لها المقادير بتاعتها على الهواء، وجريت بين الفاصل عشان اجيب الموبايل، فالموبايل وقع واتكسر وجاب شاشه. انا يا جماعه يعني فعلا والله المشبك ده انا يعني يا اشتغله على الهواء يا اما، لكن اقوله كده ما بعرف، دي حقيقه عندي عقده بموضوع المشبك. فان شاء الله باذن الله انا هنفذها في حلقه من الحلقات، تحدي ليا لنفسي ذاتي انا، وان شاء الله باذن الله خدمه للساده المشاهدين هعمل مشبك على الهواء باذن الله تعالى، وان ربنا يعوضنا على الموبايل اللي راح بسبب المشبك ان شاء الله باذن الله. اهلا وسهلا بيكي، ووعدي مني زي ما وعدت كده، والنهارده بنفذ اهو بالنسبه للبسيمه ان شاء الله باذن الله برضه هنعمل المشبك على الهواء، بس انا بعتقد المشبك في رمضان بتاكلوه ولا؟ والله يعني على حسب. طيب احنا خلينا نخلص من حلقات رمضان دي، وان شاء الله باذن الله تعالى بنعمل لك المشبك في حلقه، ولو في حلقه كده فيها مجال بنعملها على جنب كده ما في مشكله، انا عارف ان هي ما بتاخد حاجه يعني شغلها ما كتير. اهلا وسهلا بك. طيب احنا كده عملنا البسيمه وعدنا المشاهده واوفينا، وان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني واوفي بعهدي في موضوع المشبك ده. الفراخ بتاعتنا في الفرن، بعد كده هنخش على الفطيره اللي هي الهشه الطرية، نشوف المقادير بتاعتها ونرجع لكم تاني.
ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين للعجينه الهشه. العجينه الهشه اول حاجه انا بجيب المواد الجافه، عندي الدقيق وعندي اللبن البودره وعندي ذره الملح، تمام؟ دول كده بضربهم مع بعض بالراحه. باجي هنا الناحيه الثانيه بجيب الزبادي والزيت، الزيتون، السكر والخميره. كده بضرب المكونات دي مع بعض، معاهم الزبده برضو سايحه، سيحتها عشان تكون سهله، لكن هي لو بدرجه حراره الغرفه برضو ما مشكله، يعني ما زي الوصفه اللي فاتت السمنه تكون دافيه، لا دي تكون بدرجه حراره الغرفه عادي جدا. بالظبط كده بقى، حط مويه دافيه في نفس اللي هناك بتاعت الطوة، لان ما يعني فيها زبده اللي انا هعجن بيها، المويه اللي انا هعجن بيها مفترض تكون دافيه، تكون دافيه، دافيه شويه مويه اهي زبده. يبقى اول خطوه عملنا المواد الجافه كالعاده، الدقيق والبيكنج باودر والخميره والملح، ضربناهم مع بعض، واللبن البودره، الزبده والسكر والزيت مع بعض هنا، والمويه الدافيه طبعا اللي احنا هنعجن بيها. الطريقه دي العجينه دي بتتخمر على مرحلتين، لسه كنا بنتكلم دلوقتي على موضوع التخمير، وهي المتصله سالت بالنسبه لعجينه البيتزا بتتخمر في زمن قد شنو؟ قلنا ليها بتتخمر في ساعه. العجينه دي اول خطوه ان احنا لما نعمل العجينه بنرفعها وبنشيلها عشان ترتاح، بنحطها في مكان برضو ده بتخمر لمده نص ساعه. بعد كده بنقسمها، المقدار ده يا جماعه بيعمل ثلاث كور او ثلاث فطاير كبار اللي احنا هنشتغلهم دلوقتي. احنا بناخد الثلاثه دول برضو تاني المفروض ان هم يخمروا لمده 10 دقائق 12 دقيقه. اوكي كده انا احط الزبده وبقيه المكونات، السكر والزيت اللي احنا والخميرة اللي عملناهم مع بعض، وبعد كده ابتدي اكمل عجين تاني. وقلنا نعجن بميه دافيه. لسه العجينه ما اتماسكت؟ لا كده لسه هم لسه مع بعض، اللي هم المواد الجافه مع الحاجات اللي احنا خلطناها مع بعض، لسه ما عجنت. الفطاير دي فيها كذا نوع من اشكال انواع كثيرة جدا، اشكال والعجاين كده. انا المايه بتاعتي اهي دفيت، انزل بالراحة. يبقى تاني يا جماعة بذكر السادة المشاهدين، احنا بنعمل فطاير الرولات الهشة. الرولات الهشه دي بتكون العجينه بتاعتها هشه، عشان كده احنا زي ما انت شايفه دلوقتي قسمنا العجنه بتاعتنا لجزئين، عملنا الاول المواد الجافه وبعد كده ضربنا الزبده وبقيه المكونات السكر والزيت مع بعض، المويه دافيه اللي هي احنا بنعجن بيها دلوقتي. نوصل لعجينه متماسكه. يعني زي ما انت شايفه كده يا دكتور العجينه بدات تتماسك. تكون نفس عجينه البيتزا لما اهبشها ما تلصق معاي ولا؟ والله هي بتجمع ما بين عجينه البيتزا وعجينه السابلي، لاني اللي هتشوفي دلوقتي انت العجينه زي ما انت شايفه كده اهي، ما بتمسك في، ما بتضغط في المكنه، بتسحبيها بايدك ما بتضغط في المكنه، تمام؟ طلع العجينه كده. ايش اتكلمنا كثير عن انه الفطاير او المعجنات ما تتناول الناس ما يتناولوها في السحور، لان بالعكس في نهار رمضان حتدعمنا اكثر وحتخلينا محتاجين نحن نشرب مويه اكثر. ده غير ان احنا ممكن نتناول بدايل ليها زي ما ذكرت لكم الموز والحليب والرقاق من الحاجات المفيده.
لكن الليل احنا ممكن نعمله ونتناوله في الفطور. طيب يا دكتور زي ما قلت انا كده بتتغطى وتقعد لمده نص ساعه تخمر. طبعا انا مجهز عجينه عندي. مفترض نخليها لفتره قد شنو؟ نص ساعة في مكان دافي، وبعد كده بنقسمها لثلاث أجراس زي احنا شايفين، وبعد ما نقسمها لثلاث أجراس تاني بنحاول نعمل احنا نعملها لمدة 10 دقائق 12 دقيقة. تمام تمام. ممكن تاني نمشي نشوف المقادير دي يا جماعة ونرجع لكم بسرعة. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. زي ما أنتم شايفين العجينة بتاعتنا اهي. اوكي. ها نفردها بالطول كده. بالطول كده. و نجيبها الناحية التانية. اهي. يعني نعملها شكل مستطيل. أنا عندي حشوات، شفنا الحشوات على الشاشة مع المقادير مختلفة. نخط الحشوة الأولى. دي حشوة اللحم. دي حشوة اللحم بتجيبنا الموزاريلا. اوكي. ممكن يا دكتور وانا شغال في الحشوة كده نفرز نشوف في المسابقة. تمام. الفرز بتاع المسابقة المفروض ان هو يبدأ حالا. ألف مبروك للفائز أبو بكر عبد السلام علي، إن شاء الله تيجي تستلم مننا الجائزة من عندنا هنا في البرنامج نكهة خاصة. إن شاء الله إحنا حنكون في انتظارك وألف مبروك لك. ويا ريت تتواصل معنا برقمك الخاص على صفحتنا على الفيسبوك. طيب يا دكتورة إحنا أهي جهزنا الفطيرة الأولانية وهي الحشوة الأولى. الحشوة الأولى نعمل الحشوة الثانية. ايه الف مبروك للمتسابق الاستاذ ابو بكر. دي الثانيه دكتوره. الثانيه عباره عن زعتر محوج مع السمسم مع زيت الزيتون قريبه للمناقيش. المناقيش ايه. جميلة جدا الحشوة بتاعت الزعتر مع السمسم، وكمان في نفس الوقت هي مفيدة أكثر لأنه زي ما عارفين إنه الزعتر بيقوي الذاكرة، فبالنسبة للناس اللي عندهم المفروض يكون طبيعي في حالة تركيز عندهم امتحانات بنصحهم دائما يتناولوا كميات كبيرة من الزعتر لأنه الزعتر بنشط الذاكرة وكمان في نفس الوقت بيقويها. أهلا دكتورة إحنا أهو بنشرط دي كده. إيه تمام. وي نقلبها كده ترجع كده بالشكل ده. والثالثه بتاخد زمن كتير في الفرن يا شيف ولا بتاخد؟ لا يعني 10 دقائق 12 دقيقه. احنا واضح ان الزمن ما هينزعفنا، لكن طبعا احنا وصلنا المعلومه للساده المشاهدين. تمام. جربنا لهم المعلومه ان الفطيره دي طريقتها سهله جدا زي ما احنا شايفين. تمام. وي اهي اخر حاجه نحط نقطع العجينة بتاعتنا كده. عندنا الجبنة. جبنة بيضاء. ممكن احنا طبعا جبنة البيضاء نحط لها بقدونس، نحط لها جزر، طريقة سودانية اللي هي المعتادة بتاعتنا. اهي. بعد كده طبعا انا بقطع الفطاير دي بعد ما تستوي بقطعها حلقات. اهي. الطريقة دي. اشيل الطرف الثاني. كده. حتى طريقة الفتحة بتاعتها سريعة وسهلة. سهلة جدا وبسيطة. اهي.
كده يا دكتوره احنا اخر حاجه عندنا العصير الكوكتيل. العصير الكوكتيل احنا كلنا طبعا بنشتغل عندنا بيعملوا اللي هي العصاير الكركديه والتمر الهندي. احنا الفكره كده ان هما الاثنين بيتغلوا مع بعض وبيتنقعوا مع بعض لمده ليله كامله, وبعد كده بنطلعهم بنصفيهم بنزود المويه او طبعا السكر بتاعتهم. انت معلش ساعديني بميه العصير وانا احط الفراخ بتاعتي. تمام, هو جاهز كده شوف. صح, ايوه. عصير الكركديه كان مفروض أنا أذكر لكم المعلومات الصحية عنه. الكركديه مفيد جدا بالنسبة للناس اللي بيعانوا من ارتفاع في ضغط الدم, سواء كان حار أو بارد هو مفيد جدا, حتى للناس اللي عندهم ارتفاع في نسبة الكوليسترول برضو بيخفض من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. برضو بالنسبة للهضم مفيد جدا للناس اللي عندهم مشاكل في الهضم. الناس اللي عندهم مشاكل بتاعة حموضة ما بنصحهم يتناولوه لأنه الحموضة بتاعته عالية جدا, فبرضو مفروض إن إحنا نعمل حساب للمعدة بتاعتنا. حتى لو كنا في نهار رمضان ونفسنا في عصير كركديه زي ما عارفين بيكون جميل جدا في الجو الحار. طيب يا دكتورة آخر طيب حاجة يا عندي اللي هو طبق الجداد. كمان يا شيف ما ننسى انه احنا كمان عندنا قيمة غذائية, ممكن قبل ما انت تطلع طيب ممكن انا اذكر عليكم شكلها لسه ما جهزت. القيمة الغذائية لأطباقنا لليوم القيمة الغذائية بالنسبة للبسيمة طلعت كانت لكل 100 جرام بتدينا 490 كيلو كالوري, في منها 33 جرام دهون وكمان 4 جرام كربوهيدرات, بروتين 55 جرام. عندنا الدجاج المشوي لكل 100 جرام من الدجاج بيدينا 164 كيلو كالوري. الدهون فيه 4 جرام, زي ما ملاحظين انه الدهون بسيطه جدا بما انه الدجاج سورس من المصدر للبروتينات, فالكربوهيدرات فيه زيرو. اما البروتين فيه 47. عندنا الفطائر الهشه الكوب بتاعنا بيدينا 338 كالوري, الدهون اللي فيهم نسبة بتاعة 3 جرام. عندنا الكارب فيه 69.39, وكمان عندنا البروتين 8. عندنا كوكتيل العصير الحالي احنا عملناه الكركديه مع العرديب, الكوباية اللي ذكرتها لكم قبل شوية دي هي الفطائر الهشة. عندنا الكوكتيل بيدينا 170 للكوب الواحد, الدهون 0.9, الكارب 18, عندنا البروتين 0.4. طيب يا شيف إبراهيم ما شاء الله الأطباق خلصت في زمن وجيز, بنقول لك تسلم يدك. عندنا بس الفطائر لسه في الفرن, لكن عموما احنا عرفنا الطريقة. طيب احنا بنتمنى ان حلقه الليله تكون عجبت الساده المشاهدين. عملنا نوع من انواع الفطاير, عملنا الفراخ المشويه, قلنا طريقه سهله جدا نعملها في البيت, لبينا طلب المشاهده المتصله اللي هي طلبت طريقه عمل البسيمه, عملناها وطبقناها على الهواء. اتكلمنا على كوكتيل العصير اللي هو عباره عن علبتين وكركديه, طريقه سهله بسيطه. احنا بنتكلم على التوليفه نفسها, تركيب الطعم على بعضه بيدينا طعم كويس جدا, يا ريت الناس كلها تتابعه وتعمله. تمام. بكرة إن شاء الله إحنا برضو متواصلين في رمضان يوم الجمعة, شغالين في زماننا على الهواء بإذن الله تعالى من الساعة 4:30 ل 5:30. نتوقع إنكم معنا إن شاء الله. في أمان الله. في أمان الله.